تريدين قائد يعي الوضع الاقتصادي ويعي اللي جاي يصير. هذا اللي جاي يصير نكبة كارثة على العراق. ليس اسمح لي شوية أستاذ عطية، اسمح لي أرجوك. هذا اللي جاي يصير بينا مصيبة. لذلك اسمح لي أرجوك، اسمح لي، اسمح لي، أنا ما قطعتك، اسمح لي، اسمح لي خلي أكمل الفكرة. الله يخليك، اسمح لي أرجوك، اسمح لي خلي أكمل الفكرة بس أرجوك. لا بأس، لا بأس، لا شنو هذا أبو عصبي هذا كلش حجي. لا ترى أستاذ كريم هو هذا طبعا هيجي، مو لأنه عصبي أستاذ غسان. لا لا أي. مو عصبي، لا انا احكي بحده، محترق قلبي على العراق، محترق قلبي. ايران، انت ذكرت ايران، هذا راح اقول لك الطامه الكبرى اللي جاي يصير. ايران بره بره، اطلعوها بره، اطلعوها بره، روح شوف ايش راح تاكلوها اكله. الان اكو مشروع اقتصادي جاي يتحرك الان، محور المشروع الاقتصادي ايران، محور طريق الحرير ايران وباكستان، المحور. لذلك شنو اللي جاي يصير الان؟ شوف الالتفاف على العراق وين؟ كردستان ارتبطت بايران. يروح نجفان برزاني إلى إيران يقول من إيران؟ يا إيران إن مصيرنا ومصيركم مشترك. ما الطريق الحرير الآن اتجه على كردستان، وبدأت السكك الحديد الآن ترتبط بشركة ألمانية سيمنز، الآن تقوم ببناء الطريق اللي يمتد من كردستان سليمانية إلى كرمنشاه ويلتحق إلى زاخو إلى تركيا. مصيرنا مشترك، سمعت هاي الجملة؟ حتى يتذكرها العراقيين شو جاي يتحركون. الإمارات مدت طريق تركي إماراتي إيراني لاحتواء الفاو، طلع عن طريق بندر عباس من جبل علي إلى بندر عباس، يطلع برا إلى أن يوصل إلى تركيا. إيران، باكستان مدت خطوطها على إيران الآن، خطوط الطاقة وخطوط النقل السريع الآن، وجاي تتحرك باتجاه يعني تركيا. يعني أقول لك، أقول لك شنو ذولا؟ وهسه ولد الخايبة سيد شنو ذولا؟ إحنا الآن جاي نحكي بس أنا ويا بلمونة السيد مقتدى الصدر الخليلي من أبلكة طلع يعبر بينا، يعبر وين؟ إذا لم يكن لدى السيد مقتدى الصدر، وأقولها إلى مباشرة، مشروع إنقاذ وطني، أن نلتحق بهذا المشروع الهائل القادم يا على حدود العراق. خلوا الرجل، خلوا الرجل يسوي يا سيد كريم سؤال الاثنين، خلوا الرجل يشكل حكومة وعارضه متى ما خرج. لا والله مشروعك حبيبي، دقيقة دقيقة دقيقة، شلون هذا الكلام؟ ليش؟ المشروع يسبق، المشروع يسبق الانتخابات، المشروع يسبق الكلام، النية تسبق. خلوني أصير رئيس وزراء بعدين أنا أعود بعدين أسوي. يا خلي الإطار يشكل حكومة، خلي الإطار التنسيقي يشكل حكومة والبقية يصيروا المعارضة. زين شلون؟ ماكو خيار غير التوافق. حبيبي أستاذ نجيب، دقيقة دقيقة، أنت جاي تتكلم على آلية وأنا أتكلم على النتائج. خلي يروح يشكل حكومة، أنا مو ضد التشكيل، بالعكس أنا أطالب الأخوة اللي موجودين بالتنسيق الالتفاف حول الصدر وأخذ ضمانات، هذا هو، وخليه هو شكل الحكومة، يعني مو ضدها، بس انت شكل الحكومة وتوريطها. باخر تعليق للسيد غسان العطية، يعني انا وصلت للنهاية سيد بدر، اخر تعليق.